السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. يا رب دايما تكونوا في أفضل الأحوال. شوفنا في فيديو من الفيديوهات قبل كده نبات ورد الصباح أو نبات صباح الخير اللي هي رجلة الزهور، وكمان شفنا لون زهوره المميزة والمتعددة بألوانها المختلفة، وتعرفنا كمان على طريقة إكساره وإزاي نعتني بالنبتة الجميلة دي اللي تقريبا مفيش بلكونة من البلكونات خالية منه، وده طبعا لروعة وجمال زهوره وسهولة العناية به بشكل كبير. وتقريبا كلنا عارفين ان زهور ورد الصباح دي بيكون عمرها قصير جدا جدا، يدوب ما بيتعداش يوم او يومين بالكتير، بس النبتة دي بترجع وبتزهر وبتخرج زهور من جديد. طيب ايه السبب اللي ممكن يخلي نبات زي نبات ورد الصباح ده يكون ازهاره قليل او يكون مش بيزهر خالص وسيقانه مسفرة وضعيفة؟ فاحنا هنعرف مع بعض دلوقتي السبب اللي بيخلي زهور ورد الصباح قليلة او بيخليها مش بتزهر خالص. فحضرتك السبب هو انك تكون زارع ورد الصباح ده في مكان يكون ظل باستمرار واشعة الشمس مش بتوصل له بصورة جيدة. فعلشان كده حالا لو عاوز حضرتك ورد الصباح بتاعك يظهر وتكون كثافة تزهيره عالية، لازم تنقله حالا لمكان يكون فيه شمس على الاقل في اليوم 4 ساعات يوميا. وكمان حاول تقلل الري او تخلي الوقت بين الرية والتانية من يومين لثلاثة على الاقل، علشان كثافة التزهير تزيد عند حضرتك بصورة ممتازة. وكمان هترجع لنباتات ورد الصباح صحته ولون سقانه وأوراقه هيخضر بشكل ملحوظ، وده كله هيعود عليكم بالسعادة وبالفرحة. كل ما هتشوف نباتاتك وصحتها وعافيتها بترجع لها من جديد. تمام أصدقائنا الغاليين، أتمنى نكون عرفنا النهاردة إيه هو السبب اللي مش بيخلي نبات ورد الصباح أو رجلة الزهور ما بيزهرش أو كثافة تزهيره تكون قليلة، وعرفنا نحل المشكلة دي إزاي، وهي أننا نحط نبات ورد الصباح ده في مكان مشمس باستمرار، او على الاقل يكون اشعة الشمس بتوصل للمكان اللي هي مزروعة فيه على الاقل 4 ساعات يوميا. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على خير، في امان الله.